انطلقت يوم الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن القمة الدولية الرابعة للأمن النووي برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث سبل تعزيز إجراءات الأمن للمواد النووية لتجنب وقوعها في أيدي الإرهابيين ومنع تصنيع أسلحة نووية صغيرة أو قنابل نووية. القمة شهدت مشاركة قادة أكثر من 50 دولة ومنظمة من ضمنهم 6 دول عربية، فيما تقاطع إيران وروسيا القمة. روز غوتي مولور وكيلة وزارة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي تقول في العديد من البلدان حيازة مواد نووية للبيع ليست جريمة، لذلك المجال الآخر الذي وضعنا الكثير من التركيز عليه لتحسين قدرتنا ليس فقط في تحديد المواد المهربة والعثور على المهربين النوويين، ولكن أيضا لتقديمهم إلى العدالة. وتشمل البرامج النووية المدنية والعسكرية الموجودة حول العالم نحو 2000 طن متري من البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب والتي تدخل في تصنيع أسلحة نووية. مراسل يورو نيوز في واشنطن ستيفان جروبر يقول إدارة أوباما تزعم أن حصول الإرهابيين على المواد النووية أصبح صعبا من أي وقت مضى، ومع ذلك تطرقت القمة في مؤتمر خاص إلى جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية، التنظيم الذي استهدف عدة مناطق في جميع أنحاء العالم، دلالة واضحة على أن تهديد النووي من قبل الإرهابيين ما زال يلوح في الأفق. واشنطن.